السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا مشاهدي ومتابعي قناتكم الحبيبة اعرف دينك. جميل أوي لما نتكلم عن الصحابة، هؤلاء الأكابر. قال عبد الله بن مسعود موقوف عليه: إن الله نذر في قلوب العباد فوجل قلوب قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته. خلي بالك بقى من اللي جاية دي: ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابي خير قلوب العباد بعد الرسل والأنبياء فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما وجده الصحابة خيرا فهو عند الله خيرا، وما وجده الصحابة شرا فهو عند الله شرا. النهاردة هنتكلم على صحابي جليل. هذا الصحابي الآن يطير مع الملائكة في الجنة. في غزوة مؤتة استشهد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. كان بيقاتل مع 3000 من الأبطال والشجعان ومن حملة القرآن أمام عبدة الصلبان عليهم لعائن الرحمن في ذلك الزمان، في ذلك الزمان وفي كل أوان. فالتقى الناس فاقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم، ثم أخذها جعفر فقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه وارضاه. اقتحم جعفر عن فرس له شقراء ثم عقرها، فكان جعفر أول المسلمين من عقر في الإسلام، ثم قاتل القوم حتى قتل وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابه علي إلا قيتها درابها. قال ابن هشام: وحدثني من أثق به من أهل العلم أن جعفرا أخذ اللواء بيمينه، مسك العلم كده بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل وهو ابن 33 سنة، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء. الله أكبر. وعن نافع أن ابن عمر قال: وقفت على جعفر يومئذ وهو قتيل فعددت به 50 طعن وضربة ليس منها شيء في دبره، يعني كان يعني في ظهره، يعني كان مقبل غير مدبر. وعن ابن عباس رضي الله عنه وارضاهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة، وإذا حمزة متكئ على سرير، وكان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه إذا حي ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. قال ابن كثير: لأن الله تعالى عوض عن يديه بجناحين في الجنة. رضي الله عن جعفر بن أبي طالب وأرضاه، ورزقني وإياكم مرافقته في الجنة مع الصحابة أجمعين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قولوا أمين. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.